في رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، سادة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، سادة الولاة، سادة رؤساء المجالس الشعبية الولاية، سادة أعضاء البرلمان بغرفته، سادة إطارات ومنتخبي ولاية سعيدة، سيدات والسادة أعضاء الهيئات التنفيذية للولايات المشاركة، سيدات والسادة أعضاء وزارة الإعلام. يمكن تعريف التنمية المحلية بكونها هي عملية تأهيلية تندرج ضمن المسعى التنموي الوطني العام، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف مكونات الإقليم الوطني بغرض تحقيق العدالة والتوازن وبمساهمة الجماعات المحلية وإشراف السكان. وعندما كلف فخامة السيد رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقيادة استشارة وطنية من أجل مطابقة أهداف التنمية مع التطلعات الساكنة، فإنه كان في الحقيقة يعطي إشارة انطلاق مسار يهدف إلى تمقرطة الفعل التنموي. البريزيدون دو لابيبليك سون إكسيلونس en chargeant le CNAF de cette mission, il a donné le départ d'un processus de démocratisation de l'acte de développement. Le mot de la fin, ou le chien, ou le chien, ou le chien, c'est ça, 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 إذا في اختلالات تتسجل، وهذا هو الهدف، الهدف اللي نوبل. أوني سور اون فوا، البريزيدون دو لا ريبليك سي سكيل في، اون شارجون لو كلاب سيت ميسيون، سي بور فوار افيكتيفمون سي لو ديفلوبمون راه في المسار الصحيح، يعني البوش صحيح، ولكن سي فو ريكتيفي اون دو ريكتيفي. اسمحوا لي إذن أن أتطرق إلى ولاية دبي. تم إنشاء ولاية دبي في 1984. تتربع على 71,000 كيلومتر مربع. وفيها حوالي 278 ألف نسمة. الولاية تقع ضمن الولايات العشرة من ناحية الشفاعة الكبرى، وتقع ضمن الولايات العشرة في عدد سكان أقل عدد سكان. لكن إذا حبينا ننظر لها من زاوية أخرى، أقول أن ولاية دبي مساحتها أكثر من مساحة 50 دولة في العالم، وعدد سكانها أكثر من عدد سكان 30 دولة في العالم. بس ما نحطوهاش على المستوى، مساحة ولاية دبي هي 10 مرات 7 مرات مساحة دبي. تتشكل ولاية دبي من 8 دوائر و 22 بلدية، لها حدود مع سعيدة وتيارت، لهواط وغربية، بصنعة أضرار، النعامة، بالعكس. تندرج ولاية دبي ضمن المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم اللي رانا هنا، ولاية 5 هنا، وهي تمثل 50% من مساحتها الإقليم اللي معني بالمخطط الجهوي للتنمية. ومدينة دبي توجد في صميم في النص نتاع الإقليم تاع 5 ولايات. الذين لا يعرفون دبي عبر الجزائر، منهم من يضحى في الغرب، ومن يضحى في الوسط، ومنهم يقول في الجنوب. تعطيكم فكرة تاع ولاية دبي. تركيبتها الطبوغرافية غير متناسقة، وتتكون من 3 مناطق متفرقة، منطقة صهدية 21% من المساحة، التل الصحراوي 19%، والمنطقة الشبه الصحراوية تمثل 60%. المناخ بارد في معروف بارد في الشتاء، وحرارة معتدلة في الصيف. معدلات الأمطار ما بين 100 إلى 300 ملم في السنة. موقع ولاية دبي جغرافي يضعها في نوع من العزلة ما بين الولايات كلها أقوى منها اقتصاديا. لا تعاني ولاية دبي من عزلة داخلية، يعني مش قضية الطرقات تنتقل من مدى الموقع تاع ولاية دبي هو مستوى الأساسي. موقع تاع ولاية دبي هو مستوى الأساسي. تحصلت ولاية دبي ما بين 99 إلى 2011 على أغلفة مبنية بحدود 151 مليار دينار. سمحت لها ككل ولاية وطن باش تعزز منشأتها التعليمية وتحقق نتائج معتبرة فيما يتعلق بتغطية الحاجات الأساسية للسكان. نعطيكم بعض الأرقام. تطور الحاضرة في 20 سنة، تطور الحاضرة السكانية من 20,137 وحدة سكنية إلى 60,028 وحدة سكنية. عدد المستشفيات من 2 إلى 3، وعدد الأسرة من 285 إلى 470 سرير. العيادات من 2 إلى 18، قاعات العلاج من 26 إلى 59، المدارس الابتدائية من 88 إلى 138،
متوسطة من 17 إلى 46، الثانوية من 3 إلى 22 مع فتح الثانوية الثالثة، مراكز التكوين من 8 إلى 9، بيوت الشباب من 5 إلى 9، ملاعب البلدية من 8 إلى 15، قاعات الرياضة من 1 إلى 3، المسابح وحواش السباحة من 1 إلى 8، ساحات اللعب من 3 إلى 99، الرب بشبكة مياه الصرف وصلنا إلى 94%، نصف الشيب نسبة التبعيض، ما أعطيكمش الطول نتاع الشبكة، نسبة الربط بالكهرباء مرت من 67.69% إلى 96.33%، نسبة الربط بشبكة الغاز مرت من 0 إلى 96%، 500% ما كان أعطيكم غير ثمانية، هذه شبكة الطرقات الوطنية مرت من 540 كيلومتر إلى 844 كيلومتر، مراكز هاتفية من 5 إلى 6، هذه أرقام موجودة في هذه الجزئية. إذا حبيت نقول لا أحد يقلل من مجهود الدولة في اتجاه هذه الولاية، وككل ولاية نالت حقها ودعمت منشآتها القائمة ودعمت عدد مرافقها لتخدم المواطن، هذا لا شك فيه وهذا من شك فيه جاهز، غير أن الولاية أظن من الحديث لا تزال تعاني من بعض المطارح في بعض القطاعات أو بعض المجالات، السكن الاجتماعي احنا في ولاية ما كانش قادرين السكن التسهمي ولا الترقوي المدعم، السكن الريفي لحد 27,000 الى حد ان انا اني ربما ساكون اول والد يمكن حبس وقت توقيف السكن الاجتماعي، فيه بلديات يتوخروا باش يوزعوا، فيه مواطنين لا عن 24 ما طلعش ونقعدوا هنا قال السكن الريفي، لكن في السكن الاجتماعي يعني نحس باننا في حاجه الى 10,000 بعد الخماسيه، بعد الخماسيه لازلنا محتاجين 10,000 سكن لأننا عندنا 23,000 عرب في ولاية صغيرة. تحسين حضاري، حنا المدن تاعنا تعاني من عدم التهيئة، والشيء اللي كايناه، الشيء اللي تحصلت عليه الولاية يبقى غير كافي. تحسين الحضاري محتاجين في الخماسي الأول 9,900 دينار و500، في الخماسي الثاني حدونا 4,400، لكن ما تحصلنا لحد الآن، يعني هذا ما في البداية، نحن في حاجة تحسين حضاري إلى 10 ملايين دينار. لأن المدن هم مدن إذا تنزعوا مدن. عندنا الطرقات البلدية، صيانة الطرقات عندنا عجز ما بين في 2012 3.2 320 مليار سنتين، طول سمحت بالتكفل بالشبكة 494 كيلو، لكن الشبكة فيها 750 كيلو. ما زال نحتاج دعم في مجال صيانة شبكة الطرقات البلدية. عندنا مشكل تاع الفيضانات، شي عندنا مدن وقرى تعاني من فيضانات، شي دار عندنا مدينة تعاني فيه نقص، عندنا نقص في وسائل الإنجاز، حنا نتعداو 700 مقاول، ومعظمهم في الزائرين ولادو، عندنا مشكل حقيقي، وفي الحقيقة واش حبيت نقول؟ كل هذا هو التنمية، أنا حبيت نفرق بين الاقتصاد والتنمية المحلية، هذه التنمية المحلية، حبيت نقول عندنا الدولة ونطلبوا كل عام ونجموا نركزوا فيه، كل عام نطلبوا أشياء جديدة وممكن تحصل. ليس لا اطرح مشكل التنميه المحليه لتهدف الى تحسين اوضاع المواطن اجتماعيا، رانا مش يعني دولتنا راهي كل عام وممكن تحصل على كل عام وممكن تستغل كل عام. المشاكل الحقيقيه